حياكم الله، وهي حلقة جديدة من بس بالعراق. أنا موجود بقضاء صفوان بمحافظة البصرة. حلقتنا اليوم بهذا القضاء، بندخل للسوق، بلكي الله نشوف إنه واحد يدلينا، نشوف هنا قصص نجاح، ندخل نشوف أهل صفوان شلون يبيعون، شلون يتعاملون، شنو وضعهم، ما أعرف، خلينا نشوف. حياك الله، شلون الصحة؟ الله يحفظك. شلون أخبارك؟ الله يديمك. بارك الله بيكم، جبتكم. الله يحفظك على راسي. تفضل علينا اليوم. والنعم منك. والنعم، جاي ندور على سوق بنصور. اليوم احنا خطار، يومكم قضاء صفوان. حياكم الله، اهلا وسهلا. والنعم والنعم. الله يحفظك، بعد روحك. عندنا عائلة شوية وضعيتها، تشوفون اذا تحبون. ايش بيها العائلة هاي؟ والله هم عندهم قصة. اه. اي والله. وانت اهلها. خدمتكم. اي والله. بالخدمة. رحم الله. الله يحفظك، يعني هنا موجودين بهذا الحي؟ كلش بهذا الشارع. نزاحمك تودينا لهم؟ اي بخدمتك. والنعم منك، يلا جايين وراك. حياك. الله يحفظك، الله يحفظك، حياك. يا الله، ها هذا البيت؟ شنو قصتهم يا جماعة؟ والله الحج هنا زين جديد. ها، السلام عليكم. شلونك عمو؟ شو أخبارك؟ شلون أمورك؟ الله يحفظك. سوينا طريق؟ يلا يلا تعال حسين، يلا سلام عليكم. شلونك بويا؟ شلونك يا ابو؟ حياكم. شلون اخبارك؟ الله يحفظك، الله يحفظك، الله يسلمك. شلونك؟ طال عمركم. شلون عافيتك؟ الله يعافيك. والله انا عافيه ما على تراعي. اه والله طايع ما يسمع. مواليد 49. العمر كله يا ابوي، بعدك شاب. هو يظل شاب، يظل. لا بعدك شاب، وجهك يخبر. لا ما اقدر اثبت. الله يحفظك، الله يحفظك. اي والله خاف تعبان، تعال هنا، تعال نستراح هنا بالقاع. لا انت مستراح، جيب لهم فراش. والله سائلين جيب لهم فراش. هاي الفتره اللي يشوفوها بس بالعراق، ذولا اهلنا اللي بقضاء صفوان. والنعم، استريح بوي. حياكم. استريح، الله يحفظك. استريح استريح استريح. ارتاح. لا لكم افرش. اي نقعد يمك احنا نسولف. حياكم الله. والنعم منك يا ابوي. الله يحفظك. انا ابن عمك في قامسه. والنعم على راسي. انا السوائل. على الراس. راسك سالم وزايد. والنعم منكم يا ابوي. والنعم، الله يحفظك. احنا الخيقان. على الراس، ارتاح ارتاح ارتاح. يا الله. الله يحفظك، تعال عمو تعال استريح. شلونك ابوي؟ الحمد لله. شلون عافيتك؟ الله يسلمك، والله عافية ما عافية، والله اليوم اروح للطبيب. حق القرآن. شلون مقضيها؟ شلون عايش؟ الحمد لله، لا الحمد لله، الله كريم. اه. اي والله انا هسه صابع الهم. احنا جاي نمشي منا هنا اذا نصور بقضاء صفوان، ولقانا هذا الزلمة الخير، قال عمي ذول الناس هنا فوش ناس، وعندهم قصة، وهذا اللي وليد هو قايم. هذا الوليد عمته عندي. ها. عمته هذا الوليد. والله عمته. اي هو يوراني، هي يورانية. اه. انا خيقاني. يساعدكم هو؟ اي لا ورده وليدنا احنا وربعدنا. اه. والله العظيم يستلمون. اه. اي والله هذا هو. تعال تعال يمي تعال. تعال شنو انت شو مسوي؟ انا والله قاضي هالشغل عماله. عماله؟ ايوه. شو اسمك انت؟ اسمي حسين. ابو علي تشتغل عماله؟ ايوه. قد عمرك انت؟ 14. اهلك وين؟ اهلي موجودين. موجودين هنا صفوان؟ وانت هنا عايش ويا عمتك وزوج عمتك؟ اي ليش؟ ما حجتهم ما ساعدتهم انا. يوارين هو. اه. يوارين والله هم ساعدتهم. ما حد يمهم وتساعدهم؟ اي والله هنا انا قايم واجبهم انا. انت قايم واجبهم؟ ايوه. تشتغل عماله وتجي تصرف عليهم؟ ايوه. اه. شنو هاي؟ ليش؟ والله ما عدنا شيء، يعني حالتنا الماديه تعبانه شوي. اه ايوه. زين بعدك 14 سنه شاب، بعد شو تسوي؟ اه والله لازم نشتغل. الحمد لله مقضي شغل بشغل. شغل بشغل؟ ايوه. وتجي هنا تصرف على زلمه كبير. أيوة. وعمته؟ ايوه. عمته عندي. اي قاعد وين هاي عمته؟ حجي هذا الايثار هذا؟ اي هذا الايثار. اكتبوه من الموب. اي اي بس هذا عايف كل شيء وجاي يخدمكم. اي صين. زين. أيوة. وقاعد هنا بهذا البيت وعايف اهله واخوته. هلا بيكم كثير اهله. الله يحفظك. يعزك يا الطيب. تشتغل عماله يعني انت؟ اي والله. ايش قد باليوم؟ اليوم 15. 15 يوم طالع انت كنت؟ ايه توني حليت. ها
حصلت يوميتك وجيت؟ ايه. ايش قد لك تخلي وايش قد تعطي نعنى لعمتك وهاي؟ هن 15، اعطي للحجة 10 والحجية 5. وانت؟ انا مالي. ابد؟ ايه. انا لا احتاجيت اخذ من عندهم يعني الف هيجي. انت شنو؟ لك تجمع شيء؟ لا ما اجمع. والله شو اللي بيهم؟ حجي مريض دائما اخذ للطبيب انا. الله. الله. مقضين ما تفكر تشتري لك شيء؟ لا ما عندك موبايل؟ اي والله عندي مال امي اشتريته لها انا. جمعت لها واشتريته. لامك وانت؟ ايه انا ما هو انا يا هابي. انت امك موبايل واحد؟ ايه. امك عمتك؟ ايه. لو امك لا انا اسميها امه، هي عمتي بس انا اسميها امه. بدك اشتريت لها موبايل؟ اي والله. جمعت واشتريت لها؟ اي والله. هي بنت خالي اسمها خالد قاعد بالحمامه. شنو هاي؟ هاي شنو؟ ملابس تطلع ونسه تروح تقعد ويا اصدقائك؟ الحمد لله مقضيها. تطلع؟ اي. من يعني عطلتي الجمعه هيجي ايه؟ اقعد يوم جماعتي شويه وارجع. عموما احنا راح نعطيك يوميتك مال اسبوع كامل زين؟ تسلم. انت بعد بكيفك تريد تطلع تشتغل تريد تقعد تقول هاي يوميتي تريد تخابرهم تقول لهم عم اعطوني اجازه. شو وقت اخر مره اشتريت بيها ملابس؟ والله صار لي تقريبا 15 هيك يوم. 15 يوم؟ هيك. اشتريت لك تيشيرت وبيجامه وهيك؟ ايه. هم اشتري بيه الملابس زين؟ لا الحجي والحجي. عجيب. والله لازم اطيه. يعني تتقصر على نفسك في سبيل تطل الحجي والحجي؟ شلون؟ والله عزاز عندي. اه وش تحبهم؟ اي والله. عمي كبير هذا وعلي كبير زلمه كبير كلف. الله يحفظك. الله يخليك. والله ان شاء الله يحفظهم لك. بعد قلبك. تمام؟ الله يوديك. ويعطيك الصحه والعافيه انت بطل. الله يوديك. وهذا اللي جاي تسويه مو قليل، هذا شيء كلش كبير. بعد قلبك. زين؟ الله يخليك. فدوى روح لك. بعد قلبك. هذا اللي نقول لكم نشوفه بس بالعراق، هذا ما راح تشوفه بغير مكان. ماكو شيء يطلع بهذا البرنامج هو موجود بغير مكان. على اللي بنشوفه وبنقابله وبنقعد نسولف وياه على الفطره مره يحكي لك بايثار يقصر على نفسه هو محتاج الربع في سبيل يطل عمته ويتزوج عمته. ومره تشوفه شاب مرتب حكيه موزون بس هو يقول لك اني اطلع واشتغل واجي واتحمل كل التعب حتى ما اخليهم محتاجين شيء. يقول له عمي زين تاخذ الفلوس لك؟ يقول لك لا انا ما اقصر على نفسي في سبيلهم. هذا العراقي، طفل العراقي، تشوف مرأة عراقية، تشوف رجال شايب عراقي، تحسهم كلهم على نفس الرتم، يحجون بهاي الثقافة وبهذا المنطق وبهاي الطيبة وبهاي الإنسانية اللي موجودة. سهو شاب بس عنده إنسانية كلش عالية، جاي باري عمته وزوج عمته. خليكم مستمرين، خلينا نشوف شكو بعد قضاء صفوان. أنا الأعزاء وأنا أتجول بقضاء صفوان، دخلت بهاي الشوارع سبيوت اللي لفت انتباهي مرة حنانة كبيرة بالعمر ويا ابنها حفيدها ما أعرف قاعدين يبيعون مي. أنا دائما أستهدف دول الناس الفقراء البسطاء اللي يبيعون شغلات بسيطة حتى يعيشوا. هسه ما أعرف شنو قصتهم، تعالوا خلينا نشوف. السلام عليكم. وعليكم. شلون الصحة؟ الله يسلمك. شلون أخباركم؟ نحمد الله ونشكره. تبيعون مي؟ شو نسوي بعد؟ عيش يا ابني. تقبلون بعد يومكم شوية؟ حياك الله يا بعد روح. يا الله. تفضل مني. الله يحفظك يمك. يا الله. قواكم الله. الله يقوى حيلك. شلون الصحة؟ الله يسلمك، والله نحمد الله ونشكره. شو تبيعون مي هنا؟ نبيع مي. نحمد الله ونشكره، هاي العيشة يا ابني. طالع مي، هذا بيتكم؟ اي والله هذا بيتنا. زين يما من يشتري منكم من هنا مي؟ تشتري هاي العالم، اكو ويا ناس ما يحبون هاي المي يشتروا من عند. اه. والله وهاي الغريه تعرفنا كلها تعرفنا، تشتري من عندنا من المنطقه. هذا وليديك؟ هذا وليدي. اه. والله مريض خطيه عنده فقرات بالضبط. اه. ايوه. نحمد الله ونشكره يما، فضل الله واهل البيت. عن ايش قد تحصلين باليوم؟ حصلنا 2000 3000 نعمه. هي. آه دائرة أمورنا 3000؟ نحمد الله يوم ما فضل من الله.
في دول الله ولعطيتك وننظل على هاي 2003 خير من الله فضل الله واهل البيت يا اولادي. اخوان انتم تشوفون اكو ناس مقتنعه 3000 دينار باليوم. لا ما فضل فضل احنا ما نريدها هال 10000 ولا هاي هال 2000 ذني. نعمه بهن بركه الله والحسين يا يما. الله. اي بهن بركه الله والحسين ابو عبد الله واهل البيت يا يما. ما شاء الله على هالقناعه هاي ايش مقتنعه انت؟ والله قناعتي انا بالله واهل البيت تسوى الدنيا وما بهلها يا يعني. الله الله وكيله. الله. تسوى الدنيا وما بهلها. شوفها هذا اللي بيحن اي يمكن الألف خلي لعيالي والف خليه اجمعه الموكب الحسين هذا بكاء الموكب الحسين انا خادمه الحسين يا ابني خادمه الحسين اي والله يعني الف تاخذي الش والف تجمعي الموكب اي 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 ببركه ببركه بحق الحسين الشهيد ببركه ببركه اي والله تكون نفر بالبيت انا بلياتي سته ما شاء الله والله وولادك حسوني؟ اولادي حسوني انا عندي اثنين وانا هذا وحيدهم ذاك صغير يدرس زين اي عمره 10 البنيات بالمدارس لو هم لا والله البنيات اللي تزوجتهم واللي ظلن عندي هنا اي شاش تسوي الحمد لله والشكر شلون وضعك ام حسين؟ والله نحمد الله ونشكر يما مدوم الخبزه موجوده والمايه موجوده فضل من الله واهل البيت اويلي مقتنعين يما قناعة رب العالمين يا وليدي. اي قناعة رب العالمين يا يما ايش عندنا غير هالقناعة هاي؟ نريد ناكل الغموس ترى ما نريد ناكله ما يريدنا يريد يردنا شباب. بس الخبزة هاي من ناكلها والماية هاي. شوفها تسوى الدنيا وما بها لها من عمت عينه على زينب. اشكلها زينب. الشربة زينب. كانت تمشي حافية الأقدام يا بعد عمر انت في دور وحدة يا ريت احنا مصيبتنا مثل مصيبة زينب التحكي هاي والثانية تذكرين أبا عبد الله تذكرين زينب أهل البيت شو علاقتك؟ لا شلون؟ يا يمه روحي وابدي روحي وابدي عويلي وابدي الدنيا كلها يمه الأقدام سيدة زينب الأقدام الحسين من في دور وحدة يمه ترى هاي احنا مصيبتنا زينب هالدنيا هاي شو تقول مصيبة أهل البيت؟ شو تقول السيدة زينب؟ السيدة رغية من عمت عينا عليها من يوم طلبت لها خبزة وتمرة. شلون يا ابو؟ احنا عندنا مصيبة مثل مصيبة زينب؟ احنا لا جرت علينا مصيبة قلنا احنا اليوم ما تحملها. شو زينب شلون تحملت المصيبة؟ من عافت ام الحسن عمرها 5 سنين. لحد عمرها 50 سنة. زين. وتغربت. حملت مصايب اخوتها واولاد اخوتها والسبايا من عمتها حتى زينب. انت متأسية بزينب؟ اي زينب يا زينب اقوم اقعد اقول يا زينب ومصيبة زينب. يا ام الحسن ومصيبة ام الحسن. كذب كذب كذب. سيدة زينب متى عليها كذب مثل مصيبتها. احنا ما تحملنا مصيبة مثل مصيبتها الاولى. يشهد علي هذا بخيمة الزهر مصيبة زينب كبيرة 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 أثرت على كل بشر ولا سيدة زينب يا ريت مصيبتنا نصير مثل مصيبة زينب يا ريتنا نمشي حفاة يا ريتنا نبات بالخرايين يا ريتنا ما نشرب الماية يا ريت ما ناكل الخبزة لا رحنا مشاية للحسين معززين ومكرمين وخدمة وبراءة تعال شوف بس يا سوانا سيدة زينب سواها هاي شيء لنا ما حد سواها محسن شنو تريدين من عندنا؟ انا خدمتك اريدك سالمين خادمين الحسين تدور روح عليك اي والله اريدكم خدام من خدام الحسين يا اولادي هذا المي راح نشتريه احنا كله مال اليوم وباكر وعقبه واسبوع هسه انا اقول قاعدين بالبيت بعد ما لا طلعين تقعدين الناس صعب تطلعين غير نجاوي تشوفين عالم وشي لا بس قاعده بالبيت ارتاحي اقول لك هذا انا اضحي فيه للحسين لان هو مات عطشان مات عطشان من عمت عيني اخر دقائق قالوا بس ما ما طلب ما بس هاي انا اقول اضحي فيه للحسين ابو عبد الله والله مرات اشوف نسوان تي مره كبيره خطيه يابسه رياكه اي ام حسون تلقاها بطل بلاش اللي يشرب الماء يذكر عطش الحسين يا يعني. ويلي اي وبلاش اي بلاش ياثر عليك لا ما ياثر علي الرضا ها بس من ارزقي لي هالعطشان هذا عشان يساقي ابو عبد الله اي والله احنا هذا مشترين مي
مال اسبوع كامل خلاص؟ جزاك الله شكرا. ماشي؟ بألف عافية. الله يحفظك. وأنا أقول لك مخذور وحب ثواب الحسين. إحنا راح نشرب مي بس إحنا ندفع فلوسه وأنت بعد جيب اللي يجي عطشان مننا أنت أكيد راح تطيب ثواب الحسين. والله أعطيه أنا. حط الله وكيل. الله يحفظك، الله يحفظك أم حسين. يحفظكم إن شاء الله ويستر عليكم ويستر على أمة محمد. الله يحفظك وعلى شيعة أمير المؤمنين. الله يخليك يا أمة. أي والله. فدوى روح لك. إن شاء الله أريد الله أهل البيت فزعته، الله لا يسلط علينا من لا يرحمنا. بحق الحسين الشهيد، بحق أمير المؤمنين. إن شاء الله. شلون شات هاني؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. هذا السوبر ماركت إلك؟ إيه لا. تشتغلين به؟ إيه. من يا ساعة ليا ساعة؟ يعني شفتي أنا الصبح. إي. من الساعة 9 تقريبا. زين. 12 ونص أول وحدة. زين. ومن الأربعة للعشرة بالليل. العشرة. إذا أكل أود يعني. أو مناسبة لو غلط معاش برمضان في شيء. آه. أساسا مثل هيك شغلة أحسها شوية ثقيلة على العنصر اللطيف مثلا. لا أنا حسب المكان اللي أرتاح به. آه يعني ما متعب يعني؟ لا لا. هذا تشبس تعدليه الببس تخليه بالعربات. لا لا أحب هيك شغل. ها تحبين هيك شغل. ما من الزوجة؟ لا. هذا هم ما تنفي يعني الطاش مجال أنه تغذي راحتك بالشغل. قد عمرك أنت؟ تقريبا 37 يعني مواليد 87 العمر كله ان شاء الله. تهاني اذا اريد اسال منو تهاني؟ تقدرين تعطيني تعريف؟ يعني لتهاني شلون عاشت من يعني جدتي؟ انسانه عاديه عاديه طبيعيه مصراويه اي زين زبيريه زبيريه زين دمك حلو زين شكرا اوووه قاضي حياتك بالشغل اي يعني اغلب وقتي بالشغل كله شغل اي يسموني مدمنه مع الشغل عاشت ايدك هو هذا زين يعني حقيقه وين تريدين توصلين؟ يعني شنو حلمك؟ طموحك ومثل ما قلت لك مقدمه على رياده مشغل مال خياطه زين زائد دوره مال تصميم ازياء حلو عندك يعني خبره بيها او واهس؟ اي اه يعني هيك شيء زين احبه حلو يعني بالمستقبل اسوي لي مثلا مثل ما تقول علامة تجارية او خط انتاج خاص بي براند خاص بيك اي تحبين تكونين سيدة اعمال ناجحة يعني وهيك طموحي من الناس سنة سنتين يا الله يا مسهل الامر ان شاء الله نجي بعد سنة سنتين يكون اكو فد براند خاص بيك طبعا للملابس النسائية ومشغلة مجموعة من طبعا البنات وياك اي هذا يعني هاي السالفة انا طموحي لان هنا اكو هواي شباب بنات اي تتسول آه يعني فأنت هذا حاطته ببالك الهدف إنه تجين تلميهن بمكان واحد؟ إي يعني هيك شيء. لأن هي صفان كبيرة. زين. منطقة زراعية هسه مثل ما تقول. إي. بس ماكو أحد يلتفت يسوي يعني فد مصنع هيك شيء. يشغل بيه النساء يعني. عاشت إيدك. تفكير سليم. هيك شيء. عاشت إيدك، عاشت إيدك. عاشت إيدك على هذا التفكير. تهاني يعني حقيقة. اللي مثلك شباب او بنات قاعدين بالبيت يدورون على تعيين لو اتعين لو ما اريد انت تخطيتي كل ذن الحواجز انه جيتي واشتغلتي هاي امي شلونك بعد قلبي شلون اخبارك الله يحفظك تعالي اشتري اشتري الله يحفظك راح اسوي المخلمه اليوم لحم وبيض وهيك اه بالعافيه بالعافيه بالعافية. شو تدين بعد نطي شيء؟ لا بعد روحي. الله يحفظك. اكو شيء ببالك تحبين تقوليه بالنهاية؟ لا شكرا. رسالة للشباب، عمي تعالوا اشتغلوا، شغل موجود. اكيد طبعا. لا تبقون قاعدين بالقهاوي بالبيت. طبعا. لا تدورون بس تعيينات. تعيين يعني انا هواي قالوا لي رجعي خارجي. اي. ادرسي كمل دراستي. الشباب اللي دارسه صباحي ما جاي، ماكو تعيين يعني. ماكو تعيين. ما اضيع وقتي عاشت ايدك ادرس وهاي عاشت ايدك صيروا مثل تهاني وطلعوا اشتغلوا شوفوا شغل لا تظلون قاعدين بالبيت عاشت ايدك وفدوى هاي الضحكه اللي تخبر خليكم مستمرين اخواني الاعزاء احنا موجودين بسوق هذا سوق صفوان نعم سوق هذا هو السوق الوحيد اللي موجود هنا نعم انا ما شايف يبيعون عجين مال فلافل بس
يبيع عجين مال فلافل ويقلي فلافل يبيع حب بدون صمون، يعني هو يعطيك بيش بلف 20 بلف 20 حباية فلافل بلف وتبيع عجين لو بس فلافل. اي يعني بس فلافل كياس. ها يعني ما تبيع عجين، ما يجون ياخذ منك عجين. اي نعم. شو وقت تفتح؟ شو وقت بديت؟ شو وقت فتحت؟ من زمان والله. يعني صار لك ايش قد؟ لا والله صار لي فوق 12 سنه بالسوق. ها والله. ليش لابس كمامه؟ مو انا قلت لك بحساسيه ما اقدر. والله العظيم. صحه وعافيه ان شاء الله. الله يعافيك الله يسلمك. وهنا تفتح ساعه بيش؟ بالاربع ونص هيك. ليش وقت؟ وي السوق، احنا سوقنا بثمانيه ينتهي بعد. بثمانيه يعزلون كلها. ايه؟ تعزل؟ كلها. شلون السوق زين ماشي؟ يشترون من عندك؟ لا لا الحمد لله. والله نعم الحمد لله. الحمد لله. بس 20 هواي قللها، سويها 10 بالف. ما ياخذون. والله ما ياخذون. هو 20 كل طين زياده فوقها. والله طين زياده فوقها. اي زين اصرف لك 20 بالف يعني زين الحمد لله. والله ماشي الوضعيه عندك؟ لا تمام الحمد لله. مقتنع؟ الحمد لله شكرا. ليش ما تخلي عنبه مثلا وصاص حتى تبيع لهم؟ مو ذاك السوق على عنبه مرات، يعني هذا سويت بس ما ياخذون هواي. ما ياخذون؟ اي. الله يرزقك. الله, الله يحفظك. اكو اكو يسوون باقي الليل؟ لا احنا ما نشتغل بالباقي الليل، نشتغل لبلبي. لبلبي لبلبي مو عادي نحط له. وهذا جهاز جايب وشي والامور زينه. ماكينه نحط هنا عجين نشتغل. حلو. والبورق؟ النظافه. البورق هذا نشتري جاهز البورق وبكيت. العجين جاهز. اي خبز يجي. اي. اي. وش تخلون به الحشوه؟ نخلي به بوتيته. اي. بهارات. اي. شوي كرفس. اي. اي وبوتيته مسلقه. وماش قلت لي؟ هاي واحد الماش مسلقه. اي. ونخلي عليه بهارات شغلات هاي الشغلات. اي. هذا بيش؟ هاي 5000. 5000؟ والله عم زين. نساوين مسعداد كانوا قبل يسوون بالبيت البورق، وهاي هسه جاهز يشتري لنا قبل، يحط لنا طماطم وياه وتمشي له. ها؟ بين غالي؟ مو؟ انت تدفعون اول وتالي. ايه استمروا بالدفع. وعنبه ما خمخ؟ لا عنبه صاص. عنبه عدف الطرشين هاي ودي عليه يشتغل. والله هاي الولد صاحبي. وانا ما شايفها قبل انا حقيقه، هسه بس القضاء صفوان. ايه. يبيعون فلافل هي حب. احنا دائما بالمطاعم تروح تشتري حب فلافل. بصره كلها 10000. ما شايف والله انا بالبصره اعطيك لفه كامله. اكو يبيع فلافل. انا هنا شفتها بصفوان حقيقه، ما شايفها بغير مكان. شلون؟ والله العظيم. وبورق وهاي الامور وشي اما موجوده. المهم الله يرزقك يا اخوي. العالم صار هواي هنا ازدحام. اخواني الاعزاء، بس بالعراق من قضاء صفوان الحلقه لهنا انتهت. كل اللي شفتوه بهاي الحلقه هو موجود فقط بهذا القضاء البسيط، باهله وناسه تشوفهم بسطاء، تشوفهم كرماء، تشوفهم عندهم معزوبية، الكل بالشارع يهلي تعالوا يمنا، اليوم تباتون عندنا عشاكم يمنا. هي هاي شيمة العراق بصورة عامة، وأنا موجود بقضاء صفوان بصورة خاصة. أنا أشكر أبو حيدر أستاذ عبد المحسن مدير إعلام بلدية صفوان، كانوا ويانا من الصبح وحتى الآن صارت الدنيا ليل، ساعدنا وتجولوا ويانا وعرفنا على هواي أماكن بهذا القضاء الجميل. حقيقة تعب اليوم ويانا، شكرا جزيلا أبو حيدر الله يحفظك. أخواني الأعزاء انتظرونا بحلقة جديدة من بس بالعراق، ومكان جديد ومحافظة جديدة. مع السلامة.